لوحة جميلة رسمناها صباحا، شكرا لزميلنا أحمد هلال بصوته الدافئ الذي بين كثير من المشاهد عبر التاريخ. تفضل. قدر ما تغني فوقها لك تكيل أشكار، ما تنسى الخلافك برضو موقدين نار. زي ما انت قلت اهلك معظم جار، كل ذول عنده زي الكعبة اهل ديار. يا سلام. قبائلا بين ود مو جديد زمان، محل ما احتجتهم في حاجة بيبقوا اخوان. يعني اصروك في القواسي يكونوا ليك اعوان، وكتي يتحدوا عزة ويستموا السودان. بينات روابط جيرة ثم انسابوا، يا تلي يبقى ليك في قاسي ماضي انساب. يا سلام. قدر ما توصفهم في القول تكون كثاب، يصوف عدة زي جود خريف وتساب. تقاربوا في كثير من الطباع، ويتشبهوا ما بيروا فارغة ما مشوا في التلوي ملبه. اللي القاسي شالوا ليه حللها انتبهوا، تماسيح لجة في بحور الفضائل تبحوا. تعالوا تعالوا ننبذ الغبلية كلنا واحد، نتوحد وطننا يكون علينا هو شاهد. عليه درب التلاحم راح جميعنا نجاهد، نعز عزة ونحمد الله الكريم الواحد. أنا من كردفان الغرة مالي لهانتي، أنا شكري وبطانت الخير دي هبطانتي. تبشر. أنا شايقي وشمال سوداننا يا هما كانت جعلي، وكل جناين شندي فيها حصانتي. يا سلام. أنا من الغرب دارفور شماله جنوبه، من الأزرق أنا منه حفظت دروبه. من ناس مدني عنك في القواسي بنوبه، من المقرن الأثر القلوب بيغروبه. يا سلام. أنا من الشرق أدروب ومن التاكة، أنا من حلفة وإنسان المهذب داكا. نباي أنا عارفه، أسمع مني قولي وهاكا، أنا سوداني وافخر وكن نباي نباكا. بفخر إني سوداني وبحمد الباري، بفخر إني من ناسا كرمها سواري. بفخر إنهن وروني قضي الحاري ما أتعشى، كان بقى بايت القوى ياري ما بتعشى، كان بقى بايت القوى ياري. يا سلام يا أخي. احنا بنتكلم من بداية الحلقة مشاهدينا كان في ترابط كامل لشكل الحلقة، إضافة بيوسف والدلفادني اللي عايزين، لو عايزين نعرفه الآن نقول يوسف السوداني اللي رسم السودان ومناطق السودان في لوحة زاهية صباحية. صباح الخير، نحن مبسوطين شديد إنك تكون معانا الليلة في الصباح ده. صباح النور. صباحك نور عليك وعلى المشاهدين داخل وخارج الوطن الحبيب. تحية الود والاحترام لكل ربوع الوطن الحبيب، فالوطن ده دائما وابدا في حدقات العيون. نحن لا من نجي نقعد او نتكلم عن الوطن، الواحد ما بيوفي الوطن حقه. صحيح. فالوطن يتجسد في قول اخوي وصديقي العزيز الزين والضقيل، له التحيه عبرك من هنا. كلنا بنشبه بعضنا وفي الفهم واحد، مدارنا بنعجبك في الفزع ويعجبك للخير بدارنا. يا سلام. السياسات فرقتنا إلا ما عرفت ودارنا، والخلافات فينا حدها يوم تضيف المحنة دارنا. يا سلام. ديل نحن كسودانيين يعني كلنا. أنا شو اللي عرفته، إذا ما عايزين نتكلم بصورة رمزية نشير للمنطقة اللي انت جيت منها، هي كلها بتكتب ما شاء الله من قاون نازل أهلنا هناك في الريف، الريف شندي، انهم بيكتبوا وهم محبين للشعر ومحبين لاشعار الدوبيت والحماسه، فنديهم حقهم صباحا. يعني الموضوع ده هل وراثه من اسرتك ولا مشاهدات من حواليك يعني؟ والله يا اخي اولا التحيه ليهم، تحيه لكل اهلنا في ولايه نهر النيل عموما، تحيه الود والاحترام لاهلي في غريه الثالماب والغرى المجاوره لغريه الثالماب قدو الام حبابهم قدو الكبرى، تحية تصلهم لعندهم. طبعا الغرية كلها الما بيكتب فيها شعر زول ضانه نظيفة، زي ما بقولوا ضانه نظيفة دي سميع يعني زول سمعه نظيف. فالموضوع متوارث من الغدم، زيد على ذلك انه اصلا شعر موهبة يعني. الحمد لله
تولد مع الإنسان. الشعر موهبة ربنا بديه وأي ذو، لكن هون يعني تحديدا كده ما بيكتب شعر بيسمع شعر على أصوله. بدي الفعل ان احنا حنتكلم شعر ونحن طمعانين نسمع منك لحد النهاية يعني. فلي جدا مطلق الحرية في الحماسة في الدوبيت في أي حاجة، تفضل طوالي كلا يا أخي. ليك التحية وثاني تحية أخرى للمشاهد الكريم، نقول أنا يا ربي غير مددك، ضعيف لا حول لي لا قوة دونك، وانت أدرى وأولى. يا عالم البحث بدون صيغ الغول، ذي الهم مسبب للدواخل هولا، على البيجينا من رب عليم بيحاننا، نصبر ونحتسب شان تنصلح أعمالنا، في الفانية المصير نلاقي فيها زوالنا، ويكتين عافية لخير البتجي في إيماننا، فيها احترنا يا زين الفناها، حقيقة يوم انباسمة يوم للفرحة ما في طريقة. أصلها دار زواله بتنقلب في دقيقة، في فدي يوم تخليك السعادة شقيقة، حالل فيها كل حي مصير الطوب، يوما دغري يوما ماشية بالمقلوب، يوم تحلف فطير يوما فطير بروب، ويوم واحد بتغرس تقطع الطنوب. قدر ما يكسن الأيام عقب ببيضن، يجنك باسمات بالخير تجدهم مضا، إن بردا حباب وإن بقيت عضا نلاقيهن نباشر، وبالصبر بتقضن. يا سلام يا ضراع السنين وقتين، يجيب انجوري نعض على الصبر، لا من يعدن دوري أيام الدنيا، مهما نضوق مراير هور، بيحل يوم وبنجح في النهاية مسور. تبشر يا ضراع الأيام دولاب وما بدوم حال، يوم بيشين ويوم باسمات يسرك فالي، نحنا ترى نعيشنا وضقنا مر أهوال، وقتين عافية عقبان تاني مالنا مال. يا الزين نحنا في الدنيا الفناء، يا الزين في اللي بيقولون الكبار، غدار سهل درب الضلال والحق طريق وتوارى، شاحدين يا الزين في اللي بيقولون الكبار، غدار سهل درب الضلال والحق طريق وتوارى، في الفاني المصير الحي فيه بيسافر اللوم، قالوا بيجي بالحفوة ساكت طافر. يا سلام دحين الشاف له منا نشين، وأصبح نافر ليشمنا بالعفو، وليكون لنا غافر ليشمنا بالعفو، وليكون لنا غافر. يا سلام، والله دعوة طيبة للتسامح وللتعايش يعني، ونحن في ظروف صعبة بنعيشها هسا، انه في احتراب قبلي بنشوفه في الفتره الاخيره، في مناوشات يعني ما عندها اي لازمه، انه الناس تتوحد زي نظمتها هسه صباحا يعني. فما شاء الله يعني المشاهدات كثيره في شعرك، هل الحاجه دي عايشتها انت ولا انت بتكتب كيف؟ بتكتب على خيالك ولا بتكتب على مشاهداتك؟ والله يا اخي الحمد لله، اولا نحن زي ما بقولوا ما نتغاري يعني في الدنيا دي، الحمد لله لفينا الواحد مشى وشاف يعني. فالموضوع عندك مثلا هسي زي الرباعيات اللي انا قريت اخر حاجه ذين، دي نحن بنسميها، انا بسميها في بريد الزين. الزين ده الزين والضجيل اخوي، زول عزيز علي، أنا وهو دائما وأبدا سوا يعني، حتى في الإعلام مفروض يكون معاي. يا سلام، لكن المرة بعيد حاليا هو بعيد له التحية عبرك. فالزين ده نحن مرات أنا بكون قاعد بقوم برسل له، بتمر عليك يعني حاجات في الحياة بتخليك إنه أنت مثلا قدر ما يكسن الأيام عقب ببيضن، فالحاجة دي بتكون على موقف يعني موقف معين مرة حصل، فنحن بنقوم الواحد بترجم شعر أو بصبر أخوه بحاجة عارفينها بيناتنا برانا يا أخي. نسمع لحد السماع يا ود الفاد، نسمع تاني منك. ما في مشكلة إن شاء الله، أنا أقوم أقرأ لك. ليه طماعين شديدة هنا صباح ده؟ أقوم أقرأ لك نطلع عنه النظات، وبأكد لك إنه يعني شاعر الأدب الشعبي أو شاعر الدوبيت.
وما حكري بس عليه دوبيت، فلا من يكتب الدوبيت ويجي يكتب النو ليه هون التحية يعني كل شعراء الأدب الشعبي المتواجدين في الوطن والخارج الوطن تحية تصل الله عندهم نفر نفر. فالواحد لا من يجي يكتب النص يعني بيكتبه بطريقة مختلفة شوية من النصوص، لأنه أصلا الدوبيت قبيل قالب وقالب متين، فلا من قالب الدوبيت يكون قالب متين وانت تجي تكتب النص، النص بيكون يعني بيختلف من النصوص العادية اللي بتتناولها الناس. فنقول العليها غناي كتبته زولة تستهوى القفايد، زولة إحساس ريدة صادق ريدة لي كل لحظة زايد، زولة ما بتعرف تساوم لا رجت من ريد نعايد، اصطفيت أخلاف سواها وهي الوحيدة اللي ليها رايد، بت صفاتها بتوحي ليك من صغيرة ريبة رزينة ولو عليها هموم تمحن، ما بتقابلك يوم حزينة. يا سلام. ماسكة في شرع الله ديمة والحجاب تام ما بدينة وبالطباعة طباع غرانة رغم سكنتها في المدينة، لي تجاه احساس يمحن قدر ما حاولت دسه وبلقى ابيات القصايد دون شعور للناس تبسه، ريد لي من دون تعبر في عيون بقيت احسه ومهما بين البين يا باعد ما بسيب مكروه يمسه، شايله من النيل عظمته يا سلام، وشايله حناس من الغلابه قلبي مما شاف راده وهي الوحيده اللي تملابه، اضحى مجنون بعيونه وريد غير متاقي بابه وبدع ربنا ليها يحفظ وشاكره انه علينا جابه، وبدع ربنا ليها يحفظ وشاكره انه علينا جابه. ربنا يحفظك. امين ان شاء الله. يوسف الدلفادني يعني ما شاء الله، انا تكلمت عن المخزون وعن طريقه الوصف يعني وصف بليغ، انت ذكرت انه بيكتب دوبيت بيكتب حماسه بيكتب اي حاجه لانه في التنوع موجود يعني. فانت بديت ولميت السودان في قصيده واحده، في الفتره الاخيره بقينا نشوف اغاني الربابه برضه تنتشر بصوره كبيره والدوبيت بقى منتشر واشعار الحماسه، فما كان على المركز فقط في كل ولايات السودان انه الناس يكونوا حبيسين مراكزهم، فالعالم هسه اتسع بالذات التيك توك ده سهل كثير للناس اصلا. فانت بتشوف الحاجه دي هي انصفتكم يعني السوشيال ميديا في الفتره الاخيره، انصفت ابداعكم، انصفت خيالكم، انصفت ارثكم يعني؟ والله يا اخي الحمد لله الموضوع يعني وصل. نحن الليله اول حاجه عبر التحيه لكل مبدعي الادب الشعبي، فنانين، الناس اللي بتغني اغنيتنا، او نحن نعتبر انه يعني الربابه دي بقاعد تمثلنا سواء كانت طنبور الشمال او الطنبور الربابه العاديه حاليا بغنوها الفنانين، فليهم التحيه كلهم يعني وصلوا قدروا وصلوا رسالتهم من خلال السوشيال ميديا. انت بتشوف معلش انا بس اسف عشان اوصل برضه للمشاهد، انت بتشوف الوصول ده هو انصاف للمفرده نفسها لانه مفرده حنينه واقعيه والله بتصل للناس، بتستحق انها تصل يعني مفترض زمان تكون وصلت، لكن حاليا الحمد لله يعني انها وصلت ونحن لسه يعني بنطمح انه تصل زياده وزياده وللعالميه ان شاء الله من هنا ولقدام. اشعارك السمحه دي ما حاولت انك تتواصل مع فنانين كذا؟ والله يا اخي تواصلت مع عدد من الفنانين، في عدد من الفنانين غنوا لي اغاني، حاليا في اغاني برضه عند فنانين حتتغنى باذن الله سبحانه وتعالى، فليهم التحيه كلهم يعني. نحن ما عندنا فرز في زول يعني، اي زول حمل الادب الشعبي ده او حمل الاله دي وغنى والله نحن ما عندنا فرز في زول، ما عندنا يعني حاجه معينه بنخصصها لفنان، لكن اي زول انا لا من كتبت الشعر يعني ما كتبته عشان انه مثلا انا القى من وراه ده حاجه او القى من وراه مكسب، ابدا. اي زول بيلقى نفسه في نص، بيلقى نفسه في قصيده، بيسمع حاجه تعجبه فيستاهل، ما متوقف في الموضوع، يستاهل يغنيها طوالي، ما عندي معه اي مشكله، ما عندي معه اي حاجه، ما داير اصلا منه حاجه. انا قبيل كتبته ترويحا عن نفسي
فالزول اللي بيجي بغنيها اكيد بيكون لقى نفسه فيها، لقى انها بتروح عن نفسه في حاجه، فحلال عليه ويستاهلها. ده شيء جميل يعني منك وبادره طيبه منك. يعني على ذكر المنصات، شفنا في الفتره الاخيره استخدام كان غير مناسب، يعني بدات الناس الفتره الاخيره تصنع محتوى جميل من واقع خبرته، من واقع تخصصه يعني ومناطقه يعني، فده شيء مهم جدا. ممكن برضه يسم لنا في اثراء المحتوى يعني المحتوى السوداني بكل تعدده. نسمع منك ثاني طبعا الليله، بس نسمع منك يا ود الفان. ما في مشكله، ليك التحيه مره اخرى. فقال الهم والعذاب عيشت البقت مي هانية زايد دلم مطولة منه نفسي معانية عليهن تاني أوجاع في الدواخل باني أشوف محياك ويتلاشن جميع في ثانية تطل علي فرح يملى الدواخل راحة يهل محياك أحس بنور ضوة الساحة وقت ما تنظمي يعني نظمك عهدت صراحة خلي دواخلي ناس الدنيا بيبقوا فراحة بيك بتعود يا مي إلى النعيم وتخنى قربك فيه خير الدنيا قربك جنة حالتي الهث ما دام دار سؤالك عنك عن شفتك دي غاية ما أريد وأتمنى بعد ما بان نجم لغياها عقبان أفل بعدة وبعدة ليها الصعوب ما تطفل درعاة عقيدة عين البيلمع وسفل حفت لي ولقيت درب الوصالة تقفل نقول الرادد السرح الشطيب يا خال والله جنيبة الكبد المحاص دخال التابر القدمها مزند الخلخال سمحة وصافي قبقبة فوق بالحيل خال يا سلام يا حسين الدهر فاسني بعد الطيبة فقد أنسا مجال سمناف يتبل الريبة حفالي الزقي عند البقودة وضيبة وذكر مجالات الدمع ما بجيبة بيني وبينك الأيام بني أصفلي بعض ظنيت وصل من سكتك لفلي يا سلام ما يئس رغمي إنه دروب لماك حفلي بنك ومجلسك فوق ليل علي حفلي عنك وعن غيابك قبل عرف أسباب وغافرو ولوم ده بيناتنا الله عاد لا جابه يروح قلبي لعشانك جافه كل احبابه ما دام انت بخير تاني ريت ما طابوا اما عن الحصل لي من عيونك غابوا جافي الزاد وطرف النوم وحاتك ثابوا غير نوحي وشقايا اللي بدونك ابو كون الله الوسيع ضاقت علي ارحابه متين بنبارح الهم والسهر بنفارقوا حظنا تاني بابليمك يعاوي الطهرقوا قول لي العين في العنة اللي بيلمع بارقوا بعدك خنجرة ثم في المكاتل زارقو جيتي تصارعي في التوب والعيون مستحية ماشية علي ونارك ماشية في الجوف تحيا فرحي وقت وصلتي وشوف جمال المحيا ما وصفته ما كان ظني لا الليل أحيا يا سلام ونحن ما حنقدر نوصف ولا نوفيك حقك يعني صباحا وإن شاء الله نتلاقى قدام بمنتوجك برضو ممكن تحصره في كتيب إن شاء الله عشان تكفي كل اشعارك اللي انت كتبتها لفتره من الزمن وتقدر تصل للناس بصوره اكبر يعني وتكون محفوظه بالنسبه لك كتاريخ. كتر خيرك يوسف الدلفاني، حضورك صباحا مقدرين جدا، شكرا لك. كتر خيرك يا اخي وشكرا لك وشكرا للمشاهد الكريم. ختاما انا خليني احيي كل الناس اللي بتعرف يوسف الدلفاني على مواقع التواصل الاجتماعي سواء كل المواقع فيسبوك تيك توك الناس كلها متابعه يوسف الدلفاني لكم التحيه والله وانتم اخوان الله يكرمك رسالتنا لهم من هنا انهم ما متابعين ولا جمهور كلهم صح. اخوان كنت شكرا كثر خيرك ولهم التحيه شكرا شكرا كثر خيرك. تكاملت فقراتنا النديه الصباحيه مشاهدينا برفقتكم، نتمنى انها تنال رضاكم واستحسانكم. غدا يتجدد اللقاء مع فريق عمل جديد بموضوعات مختلفة ومنوعة كعدد قناة الشروق في تقديم الفائدة بالنسبة للمشاهد. سعدت جدا ومنقول كل مجهود زملائي في تيم صباح الشروق ليوم الثلاثاء، مقدر حضوركم صباحا على أمل أن نلتقيكم إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم في صباح جديد ومختلف بإذن الله تعالى. في رعاية الرحيم مشاهدينا.